هنا اليوم يعني كيحضرنا جميعا المساله ديال المباراه ديال مهن التربيه والتكوين التي تم او التي تم تنظيمها في يوم عطله. هذا الامر الذي استنكرناه اولا نحن داخل النقابه الوطنيه للتعليم وكذلك التنسيق النقابي على مستوى انزكان ايت ملول، يعني من خلال اللقاء والتداول حول هذا الامر هذا الذي يمس احد الحقوق الاساسيه للشغيله عامه والشغيله التعليميه بصفه خاصه. وبالتالي فلا يمكن باي شكل من الاشكال اننا لا كاداره ولا يعني كسلطات مسؤوله على الشان التعليمي انها تنجح مباراه معينه، مع التذكير اننا نحن داخل النقابه الوطنيه للتعليم نرفض تماما ما يسمى بنظام تضيف بالعقده. كذلك يعني نستغلوا الفرصه يعني لكي نؤكد على ضروره ادماج اولا الافواج السابقه، فبالاحرى اننا نجيو حتى لهنا ونعاودوا نكرسوا التضيف بالعقده. واذا هنا من هذا المنبر هذا انا بغيت نعاود ناكد ان اليوم العطله هو حق مكتسب لجميع فئات الشغيله التعليميه كغيرها، ولا يمكن ان نتعسف عليه، اذا يجب ان نحترم هذا الحق المكفول دستوريا والمكفول كذلك تشريعيا وفي النظام الاساسي الوظيفه العموميه. وبالتالي فنساء ورجال التعليم يعني طواعيه عبروا عن استنكارهم وعن رفضهم لهذه المساله هذه ديال تشغيلهم في يوم عطله. اللهم اذا كان هذا اليوم هذا يعني سيكون مؤدعا وغادي يكون له واحد التعويض، لان ما يمكنش يجي رجل تعليم ويجي من ماله الخاص وسيارته ويجي يعني يقضي اليوم كله من اجل انه، رغم انه كما قلنا راه الموقف ديالنا واضح من هذه العمليه هذه. بالاضافه لهذا احنا باقي كنطرحوا التساؤل كيفاش انه وزاره التربيه الوطنيه غادي تنجح هذه المباراه هذه، يعني بناس اللي هما غرباء على الجسم التعليمي، هاد الناس هادو الذين ما عندهم حتى شي صفه وما يمكنش يعني نسألهم بأي شكل من الأشكال، لربما إذا وقعوا مثلا في أخطاء اللي ممكن ضرب الحق يعني في المساواة والعدالة فيما بين الممتحنين والممتحنات. وبالتالي مرة أخرى نؤكد على ضرورة إعادة النظر في هذه البرمجة ديال المباريات ديال مهن التربية وديال ولوج مراكز مهن التربية والتكوين، بحيث كاين مقرر وزاري اللي خصنا ناخذوا فيه بعين الاعتبار هذا الامر هذا ديال البرمجة باش يعني ما نمسوش الحق ديال المتعلم وما نساهموش في الهضر المدرسي، لانه اكيد ان مباراة غادي نستغلوا فيها المرافق عمومية مرافق تربوية، وبالتالي خصنا نديروا في الحساب ديالنا المباريات والى ما ذلك. ومره اخرى نؤكد على رفضنا لهذا يعني حرمان الاساتذه والاستاذات من يوم يعني الراحه ديالهم. وكان مره اخرى اشيد كذلك واتمن التنسيق النقابي الخماسي على مستوى انزكان ايت ملول ونفس الشيء يعني في مجموعه من المديريات على مستوى ديال الجهه، وتحيه للجميع. هو موقف وجد صداه في البيان الذي أصدرته النقابات الخمس في إطار تنسيق خماسي، عبرنا فيه عن الموقف بشكل واضح. الآن هناك كذلك نحن الآن نناقش كذلك مسألة البدائل المطروحة، أولها هناك لابد من استجابة لمطلب الإشراك ومطلب الانصات من طرف الاداره قبل اتخاذ اي قرار من هذا النوع ومن هذا الحجم، وقبل يعني الاقدام على هذه البرمجه من هذه الاهميه هذه، لا بد من الانصات لجميع الفرقاء وجميع المعنيين بالامر. ثانيا هناك مبدا اساسي يقول بان الحق لا يمكن نهائيا مصادرته، والا فاننا سنعود الى عهد الصخره وعهد اللاقانون. المفروض ان كما هو الامر كما هو جاري به الامر في القطاعات اخرى وفي مجالات اخرى، ان ترصد تعويضات يعني محترمه للاشخاص الذين يختارون القيام بهذه المهمه. كذلك من المفروض ان يتم يعني تأطير هذه المهمه باشخاص
يعني مؤهلون ولهم الصفة في ذلك. والحلول الترقيعية التي نسمع بها هنا وهناك بشأن يعني إشراك أشخاص من خارج القطاع أو أشخاص لا صفة لهم في الموضوع، هذا ينبئ بمزيد من العبثية، ويجب أن تتحمل الوزارة وحدها مسؤولية ما يقع حالياً.